الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان من المفترض تكون في مناظرة الليلة بيننا وبين الصوفية، وطلبوها الصوفية ونحن وافقنا وقلنا ممكن نأجر لهم القاعة على حسابنا مع كل التكاليف. فأسى الآن هم قالوا ساعين في التصديق، واتصلوا بينا حقيقة وقالوا ساعين في التصديق وكذا وكذا، نشوف الشغلة دي نهايتها وين إن شاء الله. ده موضوع المناظر خلاص. وهم الطلبوا قالوا احتمال ما تكون الخميس عشان التصديق وعشان غيره، فطلبوا مني قال لي ممكن تؤجل، قلت لهم ممكن خلاص. ده اللي حصل باختصار وبإنصاف وبعدل، وحقيقة ده الشيء اللي حصل. ونحن جاهزين، جو الساعة جو مبارح جو بعد بكرة إن شاء الله تعالى جاهزين. لكن ده موضوع انتهينا منه لحد ما يشوف موضوع تصديقهم، يعني موجودين قاعدين إن شاء الله. في أولاد صوفية ثلاثة جو هنا، وأنا قلت لهم أنتوا بتقولوا ابن تيمية اتهم الله عز وجل، أو قال عفوا قال في ربنا إنه في صورة شاب أمرد وله نعلان من ذهب إلى آخره. قال والله قال، قلت لهم جيبوا الكتاب، قال بيجيبوا الخميس الجاي. ليه لا يعني؟ وينه ما نازل؟ وينه الكتاب؟ وده نحن جينا كما وعدنا الطلبة، والطلبة شاهدين كانوا حاضرين، نحن جينا وين النازل؟ وين الكتب؟ وين الكتاب اللي قال فيه ابن تيمية إنه ربنا في صورة شاب أمرد وله نعلان من ذهب، وربنا بعد ما خلق السماء الواطة تعب واستراح زي ما قاعد يكذب الصوفية الدجالين الكذابين المحتالين، زي ما قاعدين يكذبوا على ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. وين حلب بالله الصوفي قال فيه وقال بيجيبه؟ وينه ما قال بيجي؟ ماله ما جاء؟ احنا قاعدين موجودين عشان تعرف ان الصوفية ديل اكذب ناس، اكثر زول كذاب على وجه الارض فيما اعلم انا حسب التجارب بتاعتنا. الصوفية دي، الصوفية دي الأكذب ناس، وما يستحوا أبدا يكذبوا على ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية يثبت صفات الله عز وجل التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف، كما ذكر ذلك في كتابه العقيدة الواسطية. واستدل لهذا الكلام بقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لا شبيه له ولا ند له ولا شريك له ولا مثيل له ولا نديد له. لكن احنا من نرد كده يحاول يكذبوا على ابن تيمية ليه الصوفية؟ لأن شيوخهم في كتبهم في كفر، حتى أبو لهب الكافر أن نزلت فيه صورة كاملة ما حصل قدر الكفر القالون أسى البرعي. البرعي قال له: سلم يا ولد القلب البيت ولد. قال له: سلم يا ولد القلب البيت ولد. ده في كتاب ليك سلام مني لعبد الرحيم البرعي. وحكى القصة تعيد، قال الشيخ يعقوب ده كان عنده ستة بنات، ومشى لشيخه الطيب أحمد الطيب البشير وشكى له عدم الولد الذكر. فشيخه أحمد الطيب البشير قال له: أكبر وعدي لبسه جلابية جيبه يوم الجمعة بعد صلاة الصبح. قال له: جيب بنتك لي، داري يعمل عملية وسخة جدا مكتوب في كتاب البرعي. قال: فأحضرها في الوقت المذكور. الحوار البليد ماشى جاب بنته، أنا أجيب بنتي لي شيخ صوفي؟ أجيب بنتي لي شيخ صوفي كيف يعني؟ قال: فمسح الشيخ ده البرعي، قال: فمسح الشيخ أحمد الطيب البشير بيده على الفتاة. مسح عليك من فوق ليه تعي؟ هسه ده بيجوز؟ والله حرم النظر من بعيد، من بعد 3 كيلو ما يجوز تعاين للبيت. يجي يمسح الشيخ من راسه ليه كرعينه تعي؟ من الذي جوز لهذا الصوفي او للبرعي او لاحمد الطيب البشير او غيره؟ من الذي جوز لهم هذا الفسق والإجرام؟
مسح قال البرعي قال قال تاليا قوله تعالى، شوف الباس الحق بالباطل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب. قال البرعي فقلبت الفتاة ذكرا من حينها، كانت انتهى بقد ذكر طوالي. الله دايره فاري بقفار، ضب ضب، قعونجة قعونجة، كوز كوز، صوفي صوفي، ده كلام باطل كله كذب وكفر بالله سبحانه وتعالى. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.